السلام عليكم، شلونكم؟ معكم عبد الرحمن من قناة عبد الرحمن جيمر. طبعا اليوم يا حبايبنا راح نلعب ماينكرافت، واليوم عندنا مسابقة، هي مسابقة تكسير أقوى بلوكات. طبعا هذه بلوكات طبعا باستخدام هذا بيكاكس مطور سيفتات أندرا كينج تري اف جي تي في. طبعا سيفتات، طبعا هذه المراحل، هذه المراحل خاصتي اوبسيديان كوارتز ايش اسمه ما اتذكر، قبل ستون وار وول انفول بلوك نيدل اوبسيديان. من هذه المراحل حق اخي راح اسوي هيك صوف، ومن بعد طبعا مور كوارتز. اوكي، قبل محتاج قبل ستون وار، كوبستونوار هذا هو كوبستونوار. أنت دايموند؟ لا لا لا. أوكي، أنت بالدايموند. محتاج صعب المرحلة. نستخدم جيرك. لا، وهو يحس صعب الموارد. بلوك إميرالد بس سيئة والله. طبعا راح اوريكم خاص بي. لا ما ابيها. طبعا يا حبايبنا لا تنسوا انكم، تفعلوا زر اللايك وتضغطوا زر اللايك وتفعلوا لنا زر الجرس عشان يصلكم اي جديد. تدرني. بعدين نحن نستخدم بلوك بريك نيدر. صاي. طيب الحين راح نحول السرفايفل. قرعة جت. واخيرا. بعدين راح نسوي هذا بلوك. يب. الحين نحط كل احنا سوينا التطويرات عشان ان لا ما تحط الشافل، لا هكا انت مش كسر الديرت. طب هذا بالبيكاكس. طبعا مسابقة نفرجيكم العقاب الخاص بالشخص. اوكي، العقاب الخاص بالشخص الاول راح هو انه يسقط في اللافا، بس قبلها يحط البيكاكس في هذول التفتات. يعني طبعا انا ابدا من هنا واخوي يبدا من هنا. يعني العذاب، يعني مو العذاب، لا تنسوا انكم تفعلوا زر لايك وتضغطوا زر الجرس وعشان يصلكم اي جديد. الحين يعني هذا راح يربح قد نطل فور اسبيت ما ممكن تنفس لي، يعني تنفس ما تنفس في الماء ما بوشن، يعني الذي ما خليك تحرق. راح نحط دولي في الجست كلهم ما بي الذي راح تكون هنا. الذكاء ادعوا لنا عشان نجلد صهيب. طيب نو. انا اجلدك. يس انا اجلدك، انا اجلدك يا حبايبنا. الحين راح اجهز البيكاكس فاللي كل انفنتوري صهيب حطها في يد الجست تاع الرابح. بس قبلها راح صاب البس دروع دايموند، راح نلبس دروع دايموند. يعني الاحتياط مثلا اذا هذا كل متفق. طبعا هناك احد اليوتيوبرز، يعني هو مغربي لكنه كافر يستقل، يقول هلا وما ضفق، يعني هو يعتبر انه فاكين. تفضل تسالي
اوكي شي ما بس ما هي ايوه هات لي كيلو كريبر ايوه 3 2 1 قرع لي اوبسيدين وات شوف الصراحه وات ذا فوك وات ذا فوك ستول يستقى انا راح افرجي هو يعني عنده اكثر من مراحل لانه اختار الهارد مو لانه محترف مش هي صعب والله لازم نربحك باي طريقه كان اوكي انا ايزي للصوف الاولي يا حبايبنا الديرت لازم لك يا رب لا صعب كمل المراحل ما تخليش الفوقانيين يا رب اني ادور الناس كل قاعدتك موبايل عندنا محاولة واحدة شو باقي لك انت كملت الاوبسيدين اوكي هذه الاخيره لا 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 يس يس قلت لكم اجلده حبايبنا قلت لكم اجلده ما يهمش احاول شوف طبعا انا احط رقم قياسي لانه اختار الهارد يعني اصعب مو انا اخترت طبعا يعني مو الايزي يعني المتوسط هذا حطوا قاعد بلوكات طبعا هذا طبعا انا عانيت من بلوكات مو الكوارتر صدرك حطوا بيكاكس تاعك في التيست انا غادي نربح تاني الاشياء لا نورمال الدرو حطهم تاني يا حبايبنا يا هكا باش نحتاجوهم اي هذي اعطيني شو بيكاكس لا انا كنت جاهز شغل حط دايموند واو ما اعرف هنا ما اعرف هيا حطهم بسم الله اوكي على شكل بقى الدنيا مو راح تموت هنا في اللافا لا صعبة ولا دار عقاب تكون طحت في لبا لا 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 والله كنت طحت لا مد هذا اللي جعان اوكي راح صمت بجيعان لا هذيك هنا وحدة فيها صحبة اخذ جولدن ابل نسبح اي صايب ورك بسم الله تكحل جس اي صايب روح نموت الدروع شو يضربني لا ما غادي تموت بيه ما شاء الله شنو هذاك واحد هاي صعبة روحته قيس على هو العقاب هذا هو لا هم الذي ندي كل الأغراض صح لا غر اللي كانوا عندك خشب كده خلاص أيوة بسم الله حبس أنا شوف هذاك الجسد شوف بسم الله مش عارف شو عندهم أي صعبة شو الواحد يموت باش نبغي انا غادي نموت كديرة حط الدروع حبسو انت صرت قلت تاع الدروع الانفينيتي لا
حبستو انا عندي بيكاكس حبستو انا عندي دايموند اي صبا ملا حطاتو صاير صح شو بتحلله قدرت تحلل الدايموند لا مطيك هذا لازم لك تشويه اوكي راح ناخذ صوره هنا سمزع مش تنزع الدروع اعجبكم كن لا 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 قلع قاعد دورك مثل ما كريتو حسب بسم الله صعب بيكاكس رد اعطيه لي شو خط شد البيكاكس ليش نعطيه لك بمنه درست قائل لابس السماعات كأنه يسمع طلعين لا حبيت شو ليش انتيت اللاب بسم الله لا يعتبر غش لا صار من هذيك صار هذي تجيب الاخر تبعي صح شد بك صار انا اموت يا اخي مش عارف شو صار انا بلكر ميتهم في اللافا انت انا لا عم بس نهرس هذا صار هيا هيا ناديك صار انت صاحبي صار شنيك يطورت لك اصدقاء والله غش والله ما راح والله راح احكي في ماينكرافت عشان عش نحط الدروع تبعي هنا بسم الله عندك كم اي اي انت تدمر لا لا ما اقسم بالله ها والله لا ما اضحي بحياة ما راح اضحي بحياة لا 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 صبنا عديك فهمت صاحبي ما راح أضحي بحياتي أعطيني أكل صح وأضحي بحياتي جولدن أبل لأنه جوعان أوكي راح أحط لك هنا بعد الجولدن أبل ذكرت لا 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 تبي تأكلها من تبي تأكلها رجع لي رجع لي كليتها والله رب يا أصدقاء راح أحط مين؟ قارة صح دقنا انتحر دقنا انتحر ما تطيك تنتحر شاقلت لي مكون بغدي ندخلها انت كلها شو اعطيني شو قلت لك اعطيني قلت نابل الجوع اعطيني اي حية ناكلها لحم ليش تبقى انا اغوص اعطي هيا هيا اعطيني كل جديد قال انا بطل هنا انا اوريك اعطيني شو بيكك صاحب خليني صايبة قد استرب تعبتو اتعب هذا أبطل جديد بابك أبطل يا بس الزحبك أنت مخفية أصدقاء أصبع مخفية دوبا دوبا نينا 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 سمش تعطيني هذيك التطويرة صب والخمام باش ما اعطيتها لك حطيتها لك في الصندوق فاس انا ميت
خشب اعطيني قلت لك ما عندي هاولي سوي 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 ورد دائما كده عبد الله لا عمل له صاحب يخبص لو كان يديروا مزرعة مبارزة لا 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 عمل اعطيني بيكاك صاحبي اعطيني بيكاك هذه كيف تمرك في اللاما لا لا بصي بوش متملي بوش متملي وباقي لمش بزاف سامي ركزي هذيك من الكبوش انه يو تموت يو تنتحر شو درت لك اندرمان اندرمان انا شفت عينك تيلال عبدو برقع مدينة جدك جدك لازم تبنيش والله لك ملي بوشن تبعيش ما زي ما يكمل لك المهم صغير مين البقرة مطار طالع شوف خمسين شهر بيت جاية عبد الكربة صح عبد الكربة صالح شو هذه البقرة رايك هذه كيفية ودي نضربها خطا صالح شو جيب ديك جيب لي مفتاح ترى الكيت وخذ مي خاطر شاد الخنزير الصغير خبطتها بصفعة واحدة عدو وراك خذنا البيدرة لا ذهب 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 دي منطقة حبي
حيصة هذيك بعد ما يكمل البوس معاه غدوة يكمل أنا سنت صح ليك هي خاطر أنا وخرجوا صار بخر أو أظنون أحقد عليك نور شو صار بخرش حاول بنهرس يبي نحاول نكسره ملك ايضا كمل هذا ما تبغى ان نضحي بروحي ثم انا ناديك تتخيل صح مين انا اوكي راح تفادي مستقيم هادي لك خدم بيت انا ساقوم بتطوير جميع الاشياء هذا انا لن اقوم بتطوير لا لا انا قلت لكم لن اطور لي اخر غير بالك شوفني انا الكل تطويره اي شايف الاغراض تبعك جهز اي المبارزة الكلاب لا مازال صهيب خرج الكلاب خرج عيو ما تخرجوش قلت لك صهيب هذيك تكلب تبعك غادي يموتوني نقول لك شو غادي غادي تتعف حبيبي شكون اللي لون الكلب تاعي اخضر راك يدك ولات حبيبي هذا الكلب تاعي ولا شو ولا تشايف فيا هذاك الكلب تاعي الاخضر فهمني تاوعك ولا تاوعي لعلمك انت فهمني انت كي طلعتهم ما صغير ما تخرجهمش خرجت هذا مش تاوعك تاوعي وحدين انا كانوا وحدهم انطلقوا شت طقت نطلع توك هذا تاعي صلب هذا تاعي اخت شد دروك طلع لي خليته منو حتى شت كي تكفلو لا شو صرا الدبزو كلب توعك مع بعض لا انا دركت لي تاعي شتاش شو استكو ارن ايجيت هيا للتقيم ايها الكلاب اصدقاء لا نسمع قال مين ايرون والان الكلاب يشوف عددهم راح الكلاب اتوقع انهم يقدرون يهزمون هذولي لا مو اوكي اثنين هيا قوية نزال اوكي راح اطور اشيائي لاني استعمل السرفايفل لا يقرب ايرون ما تضح انت تقول اني رابطهم لا واحد تدرني قادرين ديروا هذه هي دارنا
شحال عندك من جندي؟ انا عندي مليون جندي. انت تدري صحيح معاهم؟ لا لا صعب هذوك، انا ثاني تقلب هذوك الكلاب تاعك. تموت لي كاع الكلاب تاوعي. طارق في دروك حكلهم يوخروا وقلهم صام. انت بعد انت بعد انت لك جاي في المنطقة. اروحوا معي اروحوا معي كلابي. ليش تكفلت؟ ليش ليش تكفلت؟ ليش ليش توعب كنت هيا عبدو تقدر نحول الصورة. حركة تطور فيهم شنو أقوياء؟ أنا 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 دي شن وجهه تنقد العونون يا أنا ما بدي الوجه أي دقيقة. إنزين شوف على وجهه العظيم الصغير جيل الرحمة. لماذا قتلت كلابي؟ وكلابي هذا تاعي هذا تاعي هذا تاعي اللي ضربته. هذوك تاعو اللي نوتهم وين راهم يكبروني هكا. هاتم القلم الايرون مازال تحت مازال ده. كيف تجرؤوا؟ ضربي كلابي كنت غادي نجيب نطور. ثم شو انا في الحقيقة لأننا نو نو لا لا والله خفت على كلبي يا عبدو يا عبدو عبدو والله عبدو والله انا خفت على كلابي. سرح حيني اصدقاء رح نترككم مع نترككم الحين اللي راح اصلني الحصر اوكي توقيت خاص بالمستقبل او الجزائر اوكي. اهلا وقدمنا لكم طبعا يا حبايبنا ممكن تشوفوني ممكن نشير الامريكي وبعدين تكتاد وحبابنا ندريت مستحيل. انا قلت يا حبايبنا اني من امريكا الحين كيف اسمي هو خروة امريكا احتاج امريكا تري يستقل. لا اعرف لماذا تطويرات حدو اروح اشوف طفل
ايضا ارنك ايضا تعال تعال اي صاحب صاحب دوكا راني نخرجو كلابو صاحب نحاولو سرفايفل وادي ادري ما تشوف هذا تعال جدي ضربته ضربه واحده بالفاس لا صبت ما يهاجموش ما يهاجموش اني نقول لك شو حبيت شو تقصد بلي نهاجمو نواجهو هنا واه هنا نواجهو صح لازم لنا الكلاب من بعدهم واه واه طلعنا دروك عندك كلاب راهم يدابجو كلاب راهم يدابجو توعية طب عاوتو رسم نقولهم ارون هذه مرة ربعة حقا ثلاثة هؤلاء صاب عندي زوج كلاب تاعك اي صاي هيا يشتقي لكي ندير سبولر منهم هنا قد اني عليكم عدو جاهز اوكي لا سوي سبولر حق اللي مولود حق اوكي راح نصنع قلم ايرون حق ما اصدقاء نقدر اوكي والله اصبته لا اصبته هذه المرة هي التوت حيل هجموا شوفوا شوفوا راح لو بتاعتي عشان شيء بارت لكم يا اصدقاء مشرت القهوة ادخل ادخل السيرفر وينه بالسرفايفل تاعك تاعي تاعي عبدو مطيقش ما كنت في دخلت اوتون سباير كول اوف ديوتي موبايل اعطيني نيكو سوس واحد هذا قاع لا خلي لا تاع انت دائما تاكل من كل ماما ما يسلم على الثانية هذي سوس شنو شي شد بتعطيني وهذوما لقد حملهما قام بوضعها كاملة طبعا هذي هذا خطبي مين تاع الهرم ضغط ضغط
ممكن شربت يعني تحت قرية؟ كل غلطت وحذفته. خدت الشجر. ايه هذا؟ شحال كمية بدلة؟ هذا قاعد ندير سرفايفل. أظن ميت أنا. هذا لقيته. خليلي. هدي كين مليون حبة. 4 ملايين حبة. سيكونوا عندي ستاك. أنا عندي ستاك وجيب ستاكات مع. لا. أنا ما أنا يكون عندي أكثر منك. ياسين. طبعا هذا غابة جنغل اسمه هذا من يعرف اسمه يعني من هو يعني لاعب جديد في ماينكرافت. هذا هو اسمها. اسم اللعبة ماينكرافت واسم هذه الغابة جنغل. طبعا في ماينكرافت الأصلية لأننا الحين ما نلعب على ماينكرافت الأصلية. قاعد نلعب في يعني في ماينكرافت كرافتمان. لمن يريد دخل معنا دون لينكني لأننا الحين قاعد يعني نلعب. لازم إننا نسوي كده. ما أنت غساف. كمية صغيرة. اعطيني صايد. اعطيني حبة. ثاني يرمي على الفريق الكمية. هيا لا. خلي. ودي طبعا. بالعراقية اسمه نقول له يعني بالعراقي. انا فقط اشاهد يعني عراقيين مثل مصطفى يقول اسمه رقي من مشتوت. قلت لكم يا اصدقاء ايش خرجت ماما
هذه صهيبة معنا. بابا وانت قاعد تضيع. ماما كيف هذا اللي احتاجوه من الشيخ اللي برا الاجل ولا بال بالجدة ولا بالقرية تعيشوا. لا لا يشيل إسلام لا إسلام مشيتها معايا يا صار دويتو بدويتو من الاولى دوتو صباح الخير تغبي كي تنفخ كأغبية أختي تري Thank you.
مسج تم الحمد لله كان بورش الحمد لله تميتم لا عاد هما البوصات تهدر قاعد يدبلو البوصات هو البوص الاصلي صح معايا فقرته نكمل هذه المهمة نروح الثالثة ملك هذه موت What the? هذيك البوصة تاعك تمدتهم قاع
تنزل اللايك وتفعلي زر الجرس، وايضا لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنزلوا قناة عندكم اصحابكم او اصدقائكم. Yes, sir.